set of skills. فيلم Operation 14 هو فيلم أمريكي صدر في 3 من يناير لهذه السنة لشركة ميراماكس من إخراج غاي ريتشي ومن بطولة جيسون ستيثم. الفيلم من النوع الأكشن الكوميدي ومدته ساعتان. وقصة الفيلم ببساطة عن جاسوس يجب عليه أن يتعقب ويوقف هو وفريقه عملية بيع أسلحة مميتة يملكها سمسار أسلحة ملياردير. تقييم الفيلم على IMDb هو 6.9 من إجمالي 3000 صوت. كانت هذه نبذة عن فيلم جيسون ستيثم الجديد Operation 14. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء. Yes. That's a yes to unseen by anyone? Yes. Or a yes, you were seen by someone. Yes.